وفقا لدراسة بريطانية خرجت من جامعة سانت ماري عام 2017، فالإسلام قد يصبح بحلول عام 2075 أكبر دين في العالم. ولكن الحاجات دي بتفرح السلفيين قوي 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 قوي، بيعتزوا جدا بالحكاية دي. لكن هل العبرة بالعدد بالكم يعني، ولا بالمشاركة الإيجابية في بناء الإنسانية في بناء الحضارة؟ نعم بالتأكيد هناك نوابغ في العالم الغربي من أصول إسلامية، عرب أو غير عرب، لكن جزء لا بأس به من المسلمين المقيمين في الغرب النهاردة في حالة جيتو عقلي أو نفسي أو مكاني كمان أو ثلاثة مع بعض. هل تؤمن بالمؤامرة أم لا؟ نعم أنا أعتقد طبعا هذا هذه عقيدة قرآنية. الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بأن الحرب ستظل معلنة على هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شيخ حسان السلفي اعتبر أن نظرية المؤامرة والحرب على الإسلام عقيدة قرآنية، واستخدم وفسر هذه الآية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كأنها حرب دينية مستمرة دائمة، مش مثلا مش بأي تفسيرات، هي مفتوحة لكل التفسيرات والتأويلات بالمناسبة. إنما المذهل إنه ما يقوله هذا الرجل هو حقيقة فعلا في ذهن وعقل معظم المسلمين السلفيين أو معظم المسلمين، بلاش حتى السلفيين الآن، نتيجة سيطرة السلفية على العقل المسلم منذ لحظة ما سمي ما زعم أنه الصحوة الإسلامية، للصحوة الوهابية اللي هي الوهابية المصدرة الممولة بأموال النفط اللي أغرقت العالم كله وأغرقت الإنسانية بما فيها أوروبا والغرب كله